أول من روسيا. برحب بيك كابتن حاتم. مرحبا بيك خويا. مرحبا. طبعا ان شاء الله بكره هتبقى مباراه، اكيد مباراه مع المنتخب الانجليزي، مباراه صعبه، لكن كلنا كمصريين وعرب عندنا ان شاء الله يعني نسبه تفاؤل كبيره جدا ان المنتخب التونسي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويكون اول منتخب عربي يحقق نتيجه ايجابيه او فوز على منتخب انجلترا. ايوه احنا نكون حتما غدوه في مواجهه صعبه مع المنتخب الانجليزي، منافس قوي ينضم نجوم كبار، لازم نحققوا نتيجه ايجابيه. احنا ورينا في زوج مباريات الوديه وجه طيب ضد البرتغال واسبانيا، عرفنا كيفاش نلعبوا كوره، عرفنا كيفاش ندوروا كوره، تعرف توا الرسميات مش للوديات. هنا المنتخبات، المنتخب المصري والمنتخب زاد المغربي لازم معناها في كره ثابته في اخر دقيقه تقل التركيز، معناها ضد المنتخبات الكبيره ضمة زي المنتخب الانجليزي والمنتخب ولا المنتخب البلجيكي لازمنا نعرفوا كيفاش نلعبوا ضدهم، نعرفوا كيفاش نحضروا لهم، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله نعملوا مباراه كويسه، ان شاء الله نتيجه ايجابيه. كابتن حاتم اكيد تابعتوا المنتخب الانجليزي وعارفين نقاط الضعف ونقاط القوه، ازاي ممكن كابتن نبيل معلول يبدا اللقاء وازاي حضرتك شايف نقاط الضعف ونقاط القوه في المنتخب الانجليزي؟ ايه اول حاجه قبل ما نحكيو على المنتخب الانجليزي معناها القوه نتاعو والضعف نتاعو، احنا المنتخب التونسي ولات عندنا معناها طريقه اللعب وريناها حتى في التصفيات ضد مصر معناها في تونس، عندنا طريقه اللعب نتاعنا معناها لازمناش نغيروا طريقه اللعب نتاعنا، لازم نقعدوا في نفس طريقه اللعب نتاعنا، هو الطريق الهجومي معناها نشدوا اكثر نستحضروا اكثر الكوره معناها في الميدان. المنتخب الانجليزي صحيح يعني صحيح منتخب قوي سورتو في الهزمه السريعه في الهزمه المعاكسه معناها يعني ما ياخذ برشا وقت وكيف يفك الكوره سورتو في وسط الميدان، في تميز على القدام، في تميز يجم القدام ما يعطيش وقت للمنافس باش يرجع للدفاع نتاعو، هذيك النقطه اللي ركز عليها اكثر حاجه قول لهم اللاعبين قدامكم تخسروا الكوره في سورتو في وسط الميدان وتبدا سورتو الدفاع نتاعك يبدا خارج معناها مفتوح على بعضه، لازم لك كوره كل كوره بحسابها. المنتخب الانجليزي كما قلت لك لديه نقاط القوه نتاعو لكن نقاط الضعف نتاعو في الثقل الدفاعي نتاعو في التحول من الهزمه من الهجوم الى الدفاع في الترانزيسيون نتاعو. النقطه هذه ركزنا عليها وقلنا لازم نلعب اكثر على كلام خاطر يلعب ثلاثه مدافعين في الدفاع ويلعب زوز على اليمين وعلى اليسار زي الاجنحه محلولين برشا معناها يقعد ثلاثه مدافعين بالتالي ما قدامهم كان معناها وسط ميدان دفاعي بس. معناها لازم نتغلوا الفرص هذوما نتغلوا الاجنحه نتاعنا نلعبوا اكثر على الاجنحه وفي ما نغيروا التغيير الوجه نتاعنا في الكوره خاطر المنتخب يحب يضغط القدام يحب يمشي القدام لازم تسد معاه الكوره كثيره في نفس المكان لازم ضربه اثنين وتغير المكان نتاعك في الكوره. ان شاء الله كنت ربي ننجحوا في الخطه هذه وان شاء الله كنت ربي نعملوا مباراه كويسه منتخب نعاود نقول مش فيها سورتو في اللياقه البدنيه نتاعو نعرف المنتخب والعقليه الانجليزي واللاعب الانجليزي اللي يحب يمشي القدام يحب يعطي سرعه اكثر في لعبه ان شاء الله كيفاش نعرفوا كيفاش نتحكموا سورتو في معناها في لونتاب دو ماتش معناها في اول ما تبدا المباراه معناها في 95 دقيقه الاولى لازم نعرف كيفاش نلعبوا معاهم. يعني كابتن حاتم من كلام حضرتك واضح ان برضه ده تاكيدا على كلام معز حسان حارس مرمى المنتخب وايضا رئيس الاتحاد التونسي الاستاذ وديع جريء على ان منتخب تونس ممكن يكون الحصان الاسود لمجموعته، هل الكلام ده ان شاء الله يعني حضرتك شايف ان ممكن يحصل في ظل وجود منتخبين اقوياء زي منتخب انجلترا ومنتخب بلجيكا؟ يعني ولو لعبنا مره ليله 30 تالي منتخب بلجيكي مقابله وديه معناها بلجيكي فاز علينا في اخر وقت ديما على مشكلتنا المنتخبات العربيه التركيز معناها فاز علينا واحد شيء نعاود نقول لك معناها احنا اول حاجه احنا معناها اللي عندنا طريقه اللعب نتاعنا بصفه عامه معناها المنتخب المغربي ولا المصري ولا التونسي ولا الجزائري الفرق هذوما ما يحبوش طريقه لعب اللاعب العربي سورتو في شمال افريقيا معناها مظبوط مظبوط علاش خاطر نشدوا برشا كوره معناها عندنا لاعبين سريع القدميين نعرفوا كيف يستحضروا في الكوره معناها مهاريين ان شاء الله بقدر ربي كما قلت لك احنا معناها نتشاؤم باللعب هذايا بالاسلوب هذايا لازم نعطيونا الثقه في الرجال لازم نمشيو القدام نمشيو نبريسيوهم القدام نضغط عليهم القدام ما نخليهمش يلعبوا لعب نتاعهم ان شاء الله بقدر ربي نمشيو القدام ان شاء الله نعملوا المباراه انا ديما نقول وقلناها قبل معناها المباراه الاولى هي المفتاح علاش خاطر احلى مش نلعبوا مع انجلترا وثاني مباراه نلعبوا مع المنتخب البلجيكي لازم المباراه الاولى ما تكون نكست تخسر فيها تخلي ديما الحضور نتاعك متوفره في المباراه الثانيه ومعناها ونعطي اكثر على الثقه لنفس اللاعبين ان شاء الله كنت ربي نعمل مباراه طيبه ان شاء الله نعمل بونتي ولا تعادل نخرج ان شاء الله. كابتن حاتم اكيد هاخد حضرتك لمباريات المنتخبات العربيه وابدا مع حضرتك من مباراه روسيا والسعوديه، راي حضرتك في المباراه ومستوى فريق المنتخب الروسي وهل يستطيع منتخب مصر انه يحقق نتيجه ايجابيه امام منتخب روسيا؟
اول حاجه لينا احنا مباراه روسيا معنا ضد السعوديه، اول حاجه المنتخب السعودي كان خارج تماما على الموضوع معنا، لا عرف كيفاش يدافع معنا، يسكر معنا اللجنه نتاعو لينو الازهر نتاعو حتى مره رجعوا سكروا دخلوا معنا ديجونال ومساكين وسكروا الدفاع نتاعهم ولعبوا برشا محلولين، خلاوا المنتخب الروسي يسجلوا يمشي فيه يسجلوا في ميدانه مع الجمهور مع الضغط المسلط على اللاعبين السعوديين، كبلوا ما عادش ينجموا حتى يخرجوا كوره، لان المنتخب السعودي ما نجمش يعمل يعني زوج كذا كوره مع بعضها مش يخرجوها. انا نرى المنتخب المصري وراه المنتخب الروسي ما عملش مباراه كبيره مش نجحها ضد المنتخب السعودي، المنتخب السعودي ما كانش مركز كان بعيد على بعضه وكان الثلاثه كيفاش يقولوهم بالعربي الثلاثه اللينيات معناها الثلاثه الوسط والدفاع والهجوم كان بعاد برشا عليهم، ما فيش معناها بلوك ما فيش معناها كتله مع بعضهم الفريق كامل معناها ما كانش تلعب مباراه افتتاحيه ضد منتخب كي روسي تلعب له كيكا، لكن نعرفوا المنتخب المصري اللي يلعب له احلى معناها قبل في تصفيات كاس افريقيا عاملين له مره ثانيه في كاس افريقيا تصفيات، منتخب مصري يعرف كيفاش يفكر، منتخب مصري معناها منتخب مصري قوي في الهزمه السريعه معناها عنده كهرباء عنده تريزيكي ان شاء الله صلاح يكون في فورمه، منتخب صلاح لازم يفاجئ معناها المنتخب الروسي معناها المنتخب الروسي صحيح لازم يفوز على المنتخب المصري مش معناها كيفاش يقولها مش يضمن معناها التهيئه المان نتاعو 100%. أنا إن شاء الله بقدر ربي يقل المساحات وصب المنتخب المصري معناها يركز شوية في البناء حتى في المباراة الودية ضد البرتغال في آخر الوقت قبل ما رونالدو يقبلوا مع منتخب الأوروغواي معناها لازم يعرف كيفاش يركزوا كيفاش ياخذوا نعرفوا احنا عمر جابر وحجازي معناها طويلين لازم معناها يكونوا أكثر معناها في المركز يكونوا أكثر معناها أكسح احنا يعني باللغة الكورة نقولوا معناها بالتونسي مش يقاوا ريبريت إن شاء الله بقدر ربي المنتخب ده عندي ثقة في المنتخب المصري مش ترجع. اما المنتخب المغربي هل حضرتك شايف ان فرصه بتقل بعد خسارته من ايران؟ عنده مباراتين غايه في الصعوبه امام المنتخب البرتغالي ومنتخب اسبانيا، فرص حظوظ منتخب المغرب من وجهه نظر حضرتك؟ والله عكس المنتخب التونسي والمنتخب المصري، ما المنتخب كما قلت انت المغرب صعب على نفسه كي خسر مع ايران. بالظبط مظبوط. لا مع منتخب البرتغال مع منتخب اسبانيا اللي هم متعديين، لازمهم بالسيف يفوزوا عليه مش يترشحوا معناها. معناها سيء معناها مش يلعب معناها احنا بنقولوها بالفرنسيه لي تو بلوتو معناها على طول معناها ما عادش عنده معناها حل اخر لازم يخرج يمشي لقدام يلعب كورته اللي هي مش سلاح المنتخب المغربي معناها مع رونار معناها فيرونار والمنتخب المصري المغربي معناها يلعب كتله التالي ويلعب الهجوم المعاكس والسريع معناها مش يلعبوا اللي هو مش منتخبات لازم يخرج لقدام يلعب كوره معناها ويسد يحكم في الكوره والله ما لا يعرف كيفاش يلعب معنا ضد المنتخبات هذوما، وتعرف المنتخبات الكبار يظهروا ضد المنتخبات الكبار في المباريات الكبار، ان شاء الله المنتخب المصري يوري وجهه به وان شاء الله يترشح يا ربي المغربي يترشح، ولو احنا انا نقول 50% صعيبه برشا على المنتخب المغربي يترشح. يعني يا كابتن حاتم بكره ان شاء الله ربنا يوفقكم، وطبعا حضرتك عارف ان كل الشعب المصري قلبه يعني تمنياته بفوز المنتخب التونسي، وان شاء الله بكره هنكلم حضرتك بعد المباراه عشان نبارك لك على نتيجه ايجابيه للمنتخب التونسي، وان شاء الله ان هو يكون اول ظهور او اول فوز ايجابي او نتيجه ايجابيه للمنتخب العربي تكون عن طريق المنتخب التونسي. بشكرك كابتن حاتم شكرا جزيلا على وجودك معايا، كابتن حاتم المساوي المدرب العام للمنتخب التونسي الاول كان موجود معانا واتكلم معانا باستفاضه في كل كبيره وصغيره عن كل ما يخص